بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور صحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والاستهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة، مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.